السلام عليكم يا جماعة، شطار فيكم لباس بخير، شفيكم عادي المعافين الحمد لله. هل تكلم أديه النوشة؟ أنا ذا هو راجع ضريك من عند مركز الناحية الأولى، ما دخلت إلا كنت باغي نقرش يا كان المركز مازال مقفول والله بدأ، ما دخلت ولا جبرت مولي حد حق ذا هو اللي مازال مقفول. وهو لا الخير لا الخير سلامة يا البرلمانيين، أنا قايل من منين القيادة السياسية والحكومة ما تحملوا مسؤوليتهم وحل المشكلة بنعاد دور نحن كممثلين الشعب. هاي المشكلة عادلها زمن ومؤثر على معنويات الناس ومؤثر علينا ومؤثر على قضيتنا ومستقلهم اللي العدو حق ومستقلينها مخاصي الأخبار اللي متناولين ذا الموضوع حتى حق. المشكلة ما هي كبيرة ما هي كبيرة حق ولا هي مستعصية، يا غير عدم تحمل المسؤولية فقطها من طرف الجهات المعنية اجعل بنها تكبر وتخلى غراي رايشين حتى حق ودخلت الريح من كل ولد، وهذا قطعة منه ما هو معقول. لا هذا طارينا في المشاكل كاملة تطرنا هون تياها حق. أنا قايل بأن القيادة فرطت في مسؤوليتها، هذه مشكلة كان خاص يحلها قائد الناحية هو اللي خاص يعود قبل حل المشكلة، ما عدلها وعاد ومنيع على الطرف فيها زين قبيل اللي كان تدخل منسق الأركان والعكيك، ومنيع ما عدلها يدخل الوزير الأول بشراية، ومنيع ما عدلها يدخل الرئيس إبراهيم، وكان مولي منين مولي ما عادلش من ذا كان زين قبيل، وكان دخل رئيس البرلمان ودخل امين التنظيم السياسي، يا غير خلع عنا يبان ما فيهم الغام مباشبو كيف قاعد اللي ما غاديين في المشكله والله ما هي مخمتهم والله ما هي مهمه عندهم حق. انا قايل بان المسؤوليه مهمتهم يحلوا مشاكل المواطنين وصهروا قاع على بان المشاكل قاع ما تخلق، يا غير مولي إذا خلقت المشاكل بينهم يحلوا المشاكل فقط ولا يخلوها تكبر ولا تتراكم. ما معقول بأنك كقائد تقبض المنصب وتقبض السمعة وتقبض الطيوطة جديدة وثنتين وثلاثة وتقبض المحروقات وتقبض الميزانية وتسافر وتمشي وتجي حق، يا غير وقت حل المشاكل تتهرب ما هو معقول. أنا نطالب من البرلمانيين بدنا نقيسوا دورة استثنائية، نطالبوا دورة استثنائية عجلانة باش نكونوا لجنة تحقيق تحقق في هذا الموضوع وكلها تعطيه حقه وتنصف اللي تنصف واللي عنده حق تعطيه له. أنا قايل هذا سهل، هذا كان عدل في البداية الأمور اللي ما تعود لحق ذا كان، هذا سهل من تعود خالق إرادة. باش تعدل دورة استثنائية لابد من ثلثين من البرلمان، وراني مطالب البرلمانيين بينهم يتصلوا بيا باش نحصلوا النصاب ونقيسوا دورة استثنائية، وان شاء الله لهي نطالعوا الرأي الوطني على لائحة البرلمانيين اللي مشاو معنا في ذي الخطوة. نحن مشكلتنا بين مسؤولين ما تلاو باغين يرفضوا وجه المقشر من اجل حماية القانون وحماية المؤسسات ويخلوا المشاكل تتراكم وتكبر وتتعقد، وذا والسلام. راني نحانيكم يا جماعة. مرحبا وسهلا، شطار ياك لباس ياك خير، منبر شحالك ولباس خير. هوا زاد لا ورينا لكم الاخبار، ما هو ابراهيم غالي الامين العام القوات المسلحة سمح في الرجال قريب من 70 راجل قال له قلعي ترياتك وقيمي حق على الحساب غايد النحي، والرجال كينا سلمت ترياته وسلاحه وفات من الجيش. أراهم ولي نقول أنا من هذا المنبر على أنهم أراهم ما هم أحدهم، لأن رانا كاملين زارقين ترياتنا، ورانا مولي كاملين رانا كاملين زارقين ترياتنا، ورانا منضامنين مع هاو الجماعة اللي كانوا في الناحية الأولى معتصمين عادلهم 3 أشهر
ومراقب القرار ضدهم بهذه الطريقة اللي هي نوع من التعسف الشوين اللي ما هو نافع اللي يخرب أهل الصحراء. ورانا بعد كاملين رانا لا معهم رانا زارقين ترياتنا يقبضوا بشهادتكم كاملين عني أنا بعد ملا راني حتى أنا زارق تريا معهم. يا ابو السهل يا لباس يا الصحراء شو ابراهيم قالي هذا يابتوا انتفاضة منعوا من العائلات كاملة وباسم القبلية يجين يجي الشيوخ ذا الشيب اللي كامل متقدم معاه واللي ما هو متقدم معاه اكبر منه شوي يجين يجيهم راكع دافع راكع ما هو شيء ثاني ما حد هو اللي يمشوا له يكتب عنه في المستقبل الصحراوي ذاك المجلس الاستشاري والله ذاك المجلس كامل يالته كامل يقيم عائلاته ضد هذا الراجل يجين يطرح ويمد رقبته للصحراء يعرف عنه راه ولا اعلى للصحراء ما هو شيء ثاني راه ما رايت شيء لانه ما خلق شيء تريس وقع لا للصحراء وفي الحماده وفي اللوجو. وانا بعد راني من هذا المنبر نمشي هذا الاوديو باقي يلحق جميع هذا المنبر مشيها للجيش الشعب التحرير الصحراوي اعلنكم اراكم وفيت وخليتوا منين وعدل ذلك اخوتكم رفاقكم رفاق دربكم ابراهيم غالي منين ما حل مشكله الناحيه الثالثه اللي له 3 اشهر وزياده راهو ما هو حل قضيه اهل الصحراء راهو ما هو حل قضيه المشروع الوطني منين ما حل قضيه منين عجز عن يحل قضيه ارواقيج من اهل الصحراء بيناتهم وجيش ومؤسسه راهو لا راهو لكم عاجز لانه يجيب استغلال اهل الصحراء هذا راهو نقولها لكم انا بعد ويا الجيش ويا الجيش راكم خليتوا راكم فرقتوا راكم الى ما قلتوا مع رفاقكم ورفاق دربكم هذا راكم انهرتوا مشيتوا راكم ملي راهو ما تلقى له راكم ما تلقى لكم جيش هذه خطوه جريئه شوينه راهي محطمه من كرامه الجيش محطمه من كرامه الشعب ومحطمه من كرامه مؤسسات الدوله ولا هي على عهد الشهداء ولا هي على دمهم ولا هي على الشقاعس هو شنو او انت قلت انه يبا عنا نجيب الدلائل عندنا الا نقول لك انا عن مينته ما بقى رقاش من المسمى اللي هو منه ما في زال عهدته في الجزائر وقت سفير في الجزائر ما من عندك انت يبو من في زيلك هو ابراهيم غالي هذا حق بعد ابراهيم الرخيص من في زيلك انت بعد قاع ولا بقى حد من المسمى اللي هو منه ما في زالوا يكون حد حشم وقعدهم في المخيم وافطن ذوك اللي بقاوا في المخيم من حكم الرئاسه رعاهم لك كاملين لا في المناصب الزينه ألا منينك يبزول دار في ثورة الكذيب في ثورة القوالب ألا منينك يبزول دار رعاه شوف رعاه أخوته هو وأولاد عمه كلهم مكنوا منصب ألا بزول دار أكبر غبلي يشهد عليه التاريخ في تاريخ ذي ثورة الكذيب هو ابراهيم الفضام هذا خالك انت هذا خالك انت اكبر غبلي راع شو الكتابة الخاصة اللي يبني جديدة 1.5 مليون من اليورو اللي محرر الصحراء قاع في 24 ساعة راع مكلف بها واحد من نفس المسمى اللي هو منه هو المقاول الستية فرابوني داير عليها واحد من المسمى القوات العمومية داير عليها واحد من المسمى السفارة اللي تترقى للغافيلة والعنيبرة الغافلة كاملة في وهران دار عليها ولد عمه وش بقى من هو راهو لا أعرف عنه ما بقى باطل حد من المسمى اللي هو منه ما قبضون بزول دار مبزازير ذي ثورة الكذيب ياك سمعت ولعاد خالق غبلي أكبر غبلي قط عرفته تاريخ الصحراء هو خالك انت هذا أمينته هو أكبر غبلي واكبر خاين لدم الشهداء واكبر سريريق احمر هو ذم القفيل كامل وذم القفيل وزمن التنتيت مثل خالد ايوا منين قاس عن ذم الناس اللي تعيط كامل منين قاس ذم السقم وذم الخزينه لا تنقفل لا تنزاد بالاطوار ولا ينتقص من هالشيء ووفيها لا فيك انت وفي غيلونات وفي ما نعرف شنو ومنات الساقيه وذاك الكذيب لا توطال منه للعليات فضت الدولة ما الشيه لا في العليات ألا في ذا النوع من التفيتيت اللي ما هو ضحي على شيء ولا شفنا أي ثمرة عدلها من ساعة اللي حكم ما هو الانهيار والفتن
والروح عاد تطيح بالرصاص الحي، وعاد تطيح بالسكاكين، وعاد يعوذ بالله الباقي. وهجرت الشباب، ما بقى الشاب في الحمادة، ما بقى في الحمادة، ما هو اللي لا حول ولا قوة له اللي ما قد يهجر من هون. والله اللي متعلق في الحكومة، ألا ذو اثنين هم اللي ما فاتوا مرق من ذي الحفرة، ألا اللي ما عنده لا حول ولا قوة باش يهجر من هون، والله اللي قابض بالزول الحكومة يرضع منه، ألا ذا هم الباقيين في المخيم، حد ثاني ما هو باقي هون ولا ولا هي بقفطن. وما دام خالك انت قابض هذا الرويبيد الكبير، رويبيد الترابوني، ما لا هي بقى رقاش هون في ذا المخيم اللي تراعي فيه، ما هو لعاد الحساب معاه تربي عني لين تم مصر في الثورة وفي ذي الحمادة إلين حرر الصحراء، والله نموت شهيد ملي. وله بعد تحت أمرت إبراهيم مات الفضام ولعصابة البوليزاري يفطن حق بعد يبو عود عارفها بعد على يقين عنها، راهي ذنبتها ملي. أراني مناظر مخلص الوطني لدم الشهداء، يا غير مكفر بمينته الرابوني ومكفر بجبهة البوليزاريو كامله.